السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين 12/2/2023، الشمال السوري سلقين. هذا مخيم البر والإحسان المقدم من مجموعة البر والإحسان لإغاثة اللهفان. نكمل بناء الخيام. جزاكم الله عنا وعلى المسلمين كل خير. إخواني أهل الخير، أهل الفضل، أهل الإحسان، هذه القافلة، قافلة البر والإحسان، مقدمي بمساعي الشيخ أبي صهيب والشيخ أبو منير الكحيل والشيخ علي عليوي. كل الشكر لكم إخواني، كل الشكر لكم إخواني. مصحوب الدعاء، أسأل الله العظيم أن يوفقكم ويرزقكم ويعوض عليكم ويكثر زراريكم ويجزيكم عنا وعلى المسلمين كل خير. والشكر موصول، الشكر موصول لأهالي بلدة سمرس هامن. سمرس هامن هذه البلدة في دولة السويد على ما قدم، ما قدموا وما بذلوا. أسأل الله العظيم أن يحفظكم إخواني جميعا. لازلنا في بناء هذا المخيم لإخواننا المنكوبين في الزلزال في الشمال السوري.